خير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من الترابيزه. حلقتنا النهارده من الترابيزه هنناقش فيها موضوع متعلق بالمنظومه الطبيه في مصر. هنتكلم تحديدا عن الاخطاء الطبيه او القضايا الطبيه. واللي فجر القضيه دي النهارده على وجه التحديد انه بعد يوم واحد بس من تصريح زوجة الزميل والإعلامي الكبير وائل الإبراشي السيدة سحر الإبراشي بأن اللي أدى لتدهور حالته كان خطأ طبي. خلص الموضوع؟ لا، صحينا النهاردة على صدمة كبيرة جدا فجرها الدكتور خالد منتصر تخص ملابسات وفاة الإبراشي، وإن ما تعرض له ليس فقط خطأ طبي وإنما جريمة طبية مكتملة الأركان. انطلاقا من هنا هيدور نقاشنا النهاردة حوالين الأخطاء الطبية أو القضايا الطبية، يعني إيه خطأ طبي وإيه هي الخطوط الحمراء اللي المفروض الطبيب ما يتجاوزهاش، وإمتى يبقى فيه تهمة وإمتى المريض لازم ياخد باله. فالنهاردة إحنا عاملين حلقة مفتوحة للنقاش عشان نفهم بالضبط ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل. برحب بضيوفي منوريني النهارده في الاستوديو، دكتور جمال عميره رئيس لجنه التحقيقات بنقابه الاطباء واستاذ جراحه الاورام بمعهد الاورام القومي. اهلا بحضرتك، نورنا يا دكتور. كمان برحب بضيفي الدكتور خالد امين عضو مجلس نقابه الاطباء. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور جمال. الاول طبعا زوجة الإعلامي الكبير الله يرحمه ويغفر له، زوجة وائل إبراشي مدام سحر الإبراشي، فجرت فجأة كده قالت إنه اللي حصل ده كان خطأ طبي وإن هي بتفكر جدا إنها ترفع قضية، وقالت كمان إنه الإعلامي وائل إبراشي كان بيقول لها إن هو بعد ما يخف إن شاء الله عايز يصعد الموضوع ويرفع قضية على الطبيب اللي كان بيعالجه من البيت ايام العزل المنزلي، ان هو تسبب له في الخطا اللي عمله معاه او الدواء الغلط اللي اداهوله، عمل له فشل رئوي تقريبا 95% او 90% فشل رئوي، الرئه حصل لها مشاكل كتيره جدا. كمان بعد كده لقينا دكتور خالد منتصر منزل مقال، طبعا حضرتك اكيد قريت المقال اللي كتبه الدكتور خالد منتصر، قريت المشهد ازاي او تابعته ازاي؟ وبدأ ذي بدء بعزي أسرة المرحوم وائل الإبراشي وبعزي الإعلاميين في مصر كلهم، لأن الأستاذ وائل الإبراشي كان قيمة كبيرة جدا، كان له جمهور وكان له مستمعين، سواء أيام ما كان بيكتب في روز اليوسف في التسعينات أو بعد كده لما بقى مذيع مهم ومشهور بيناقش قضايا الوطن وقضايا المواطنين. فالبقاء لله والله يرحمه. هو اللي حصل هي بس شوية كلمات، معرفش هل المدام بتاعته قالتها في لحظة غضب أو حاجة، اللي ذكرت كلمة دول مش دكاترة دول قتلة، فدي طبعا كلمة كبيرة جدا في حق الأطباء، لأن مفيش طبيب قاتل. جايز هي ما عممتش، هي ما عممتش، هي ما عممتش، لأن هي كمان اتكلمت عن الدكاترة والأطباء اللي كانوا بيعالجوه في مستشفى الشيخ زايد، وأشادت بيهم وأشادت بدكتور بعينه بفريق الدكاترة كلهم اللي معاه، وإن هم عملوا مجهود وبذلوا مجهود كبير جدا معاه. فهي كانت حتى لما الصحفي سألها قال لها لما كانت بتقول إنه في دكاترة بيبصوا للماديات وكذا وكذا، قال لها حضرتك تخصي الطبيب أو بتتكلمي عن الطبيب ده بعينه؟ قالت له لأ، انا بتكلم على نوعيه دكاتره معينه. فهي ما كانتش بتخص الدكاتره كلهم، او ما كانتش الموضوع ما كانش عام. شوفي حضرتك، هو ما حدش يقدر يصدر قرار بإدانة الطبيب الا اما لجنه تحقيق من الاطباء او لجنه تحقيق من النيابه بتستعين بالطب الشرعي وبتستعين بالاطباء. لكن ما ينفعش ان اي حد يقول ان الطبيب ده اخطا او ان الطبيب ده قاتل او ان الطبيب هو الذي تسبب في إصابة أو وفاة. الكلام ده لازم يجري عن طريق تحقيقات. فهي السيدة زوجته ممكن تتقدم للنقابة بكل الأوراق، وحنستمع أقوالها ونرحب بيها، وكل اللي هي عايزة تقوله تقوله. لكن إنها تصدر حكم إن هذا الطبيب هو اللي عمل كذا وكذا، ما نقدرش نحكم، لأن طبيعة المرض ده، المرض ده موت ملايين في العالم، وموت في مصر حوالي 10,000 من كل ماتس، حوالي 680 طبيب.
بس على فكره هو كان في طبيب تاني من الاطباء اللي كانوا مباشرين يعني بيتابعوا العلاج معاه في مستشفى الشيخ زايد، عمل مداخله هاتفيه مع احد الزملاء وقال له ان هو كان في خطا طبي، قال له حصل هو جاي الرئه بتاعته كان فيها مشاكل كتير جدا بسبب العلاج الخاطئ اللي خده في البيت في العزل المنزلي. لا ما نقدرش نقول العلاج الخاطئ، نقدر نقول ان هو اتاخر في وصوله للمستشفى او اتاخر، كان جايز يكون محتاج اجراءات اكتر من العزل في البيت. ليه بقى؟ ليه؟ ما زوجته طلعت قالت ان هو المفروض كان يروح المستشفى على طول، المفروض ان هو يمشي على بروتوكول علاج معين، هو قال له الموضوع ما فيهوش داعي، ده انا هديك قرص ولا قرصين. و هو حضرتك في اول الازمه دي اول ما حصلت في مصر وفي كل البلاد يعني ما كانش معروف نوع الفيروس ده ايه بالظبط وحجم الاصابه والمشاكل بتاعته، لدرجه ان كانوا بيغيروا العلاج كل شهر تقريبا، والكلام اللي كانوا بيقولوه في الاول رجعت الصحه العالميه تنفيه ورجعت منظمات تنفيه، اخرها خالص حتى البي سي ار اللي كانوا بيقولوا ده بيشخص قالوا ده دلوقتي مش مهم، ده يشابه الانفلونزا او يشابه. فحصل حاجات كتيره في هذا الفيروس من حيث التشخيص ومن ناحيه العلاج، وقالوا ناخد مثلا ادويه ضد الملاريا فرجعوا قالوا ما لهاش فايده، فحصل تضارب وتضاد كتير في حاجات كتير. انا ما اعرفش الخطا حصل فين بالظبط، لكن ما اقدرش اقول ان الدواء اللي هو الدهوله هو اللي عمل تليف في الرئه، تليف في الرئه ده اساسا جت من الفيروس، لكن ما فيش دواء هيعمل تليف. ما هو عدم التدخل بقى السريع وعدم العلاج الصح هو اللي عمل تليف في الرئه، مش الدواء اللي خده ممكن، ولكن ان هما ما تدخلوش بسرعه وما خدش العلاج الصح خلى حاله الرئه تتدهور. هو طبعا كل الكلام ده لازم اللي هيحقق فيه لجنه نشوف الوضع ايه بالظبط. لجنه حضرتك رئيسها؟ يعني ايوه لازم الاوراق دي حضرتك رئيس هذه اللجنه. مظبوط، هيجي لنا تقرير، هنطلب تقرير من المستشفى اللي هو وصل اليها وحالته عند الوصول، هنسمع شهاده زوجته وهنسمع شهاده الاطباء وهنسمع شهاده الطبيب اللي هي بتتهم انه اعطى دواء غير مناسب او دواء مش مكتوب في فمش هنقدر نصدر قرار او ندين احد قبل الاستماع وقبل التحقق وقبل مراجعة الأوراق كلها. طب أنا معلش عايز أسأل حضرتك حاجة، يعني في بداية الكلام حضرتك قلت ما ينفعش نقول إن هو خطأ طبي أو إن هو كذا أو إن هو كذا قبل ما، طب حضرتك هنا دفعت عن الطبيب وفي نفس الوقت هي كزوجة جوزها لسه متوفي بسبب هي شايفة أو من وجهة نظرها بسبب خطأ طبي فادح، برضو ما كنا يعني إن إحنا نسمعها برضو أو أنا بقول لحضرتك إن إحنا نرحب بيها تيجي عندنا في النقابة أهلا وسهلا، وحنستمع إليها لجنة التحقيق فيها مستشار وفيها الدكتور خالد وفيها أنا، هنستمع إليها ونكتب كل اللي هي عايزاه، بس تجيب لنا كل الأوراق، لازم يبقى في أوراق ولازم استماع أقوال ولازم هنجيب الملف بتاعه من المستشفى ولازم هنشوف تطور الحالة بتاعته ولازم هنشوف كل العلاجات اللي خدها، وبعد كده بنبعت بقى مش احنا بس اللي هنحقق، لا ده احنا هنبعت الاستشاريين في الصدر وفي علاج هذا المرض وفي الرعاية، يعني بنبعت لأكتر من مستشار من قمم الطب في مصر في هذا التخصص ونقول لهم اللي اتعمل ده كان صح ولا غلط، وهل الحالة اللي وصل لها المرحوم وائل كانت نتيجة علاج ولا كانت نتيجة تأخر ولا كانت نتيجة الفيروس نفسه. اللي هيقرر في كده أساتذة متخصصين. طب دكتور خالد هقول لحضرتك نفس السؤال، شفت مشهد زوجة الإعلامي وائل الإبراشي في اتهامها للطبيب أو أن ده بسبب خطأ طبي، شفته إزاي؟ وشفت كمان مقال الدكتور خالد منتصر اللي يعني بيقول أن هو يعني بشكل واضح وصريح، يعني كلنا اتصدمنا من المقال، مقال كان مباشر وصريح جدا ان اللي حصل ده يعني هو الدكتور قتله، يعني ما كانش علاج، كان انه هو السبب في موته. تعليقك ايه او قريت المشهد ازاي؟ انا هقول بس كام نقطه دلوقتي تعليقا بس على الحوار اللي ضربه بينكم دلوقتي بينك والدكتور جمال. الحقيقه حضرتك بتقولي له هو الراجل ما خدش علاج صح، انا عايز اقول لحضرتك ان ما فيش علاج صح لغايه دلوقتي، ولسه لغايه دلوقتي ما نعرفش علاج الفيروس ده ايه، ولو كنا نعرف ان في علاج صح لهذا الفيروس والتبعات اللي خاصه بيه كنا قدرنا ننقذ 655 طبيب ويمكن اكتر. 680 ما اقول لحضرتك يمكن اكتر، دول المسجلين فقط اللي دول تواصلوا معانا واحنا عرفنا نوصل ليهم. في ناس كتير جدا ماتت من الاطباء من زمايلنا، ناس في عشرينات وناس ثلاثينات وناس اربعينات. هذا الفيروس كان مفاجاه للعالم كله، الدول كلها لم تكن مستعده اليه. الاعلامي وائل الابراشي توفى من كورونا ولا خف من كورونا واللي حصل له بعد كده تليق ان الرئه خلاص اتدمرت. زيه زي كثير جدا من شهدائنا كلنا
توفي بسبب الكورونا ومضاعفاتها. العزل المنزلي كان احد السياسات اللي بتنتهجها وزاره الصحه وانتهجتها كثير جدا من وزارات الصحه اللي موجوده في كل دول العالم لمتابعه مرضى كورونا في البيت. بل وزاره الصحه مع علاج. وزاره الصحه مع العلاج. كانت بتدرب انا لحظه واحده بس. وهل هل في ناس انا هكمل بس الجمله دي عشان الجمله دي مهمه. فضل. وزاره الصحه كانت بتدرب فرق طبيه للطواف على البيوت، تقديم العلاج وتقديم النصح للناس، تقديم السبورتيف تريتمنت. احنا كنا دايما بنقول للناس ايه، احنا بنساعد ان احنا نساعدك تاخد النفس كويس وبتاع مش عارف ايه، وبننتظر دايما. على فكره حتى اللقاحات اللي احنا كنا بناخدها دلوقتي ما زالت في طور التجارب، احنا لسه في التجربه في المرحله الثالثه من التجارب على البشر اللي بتحصل دلوقتي. فالفيروس ده انا مش عايز بس الحكايه دايما، انا دلوقتي ما بدافعش عن الطبيب، انا احنا بنطالب طول الوقت ومن بقالنا يومين بنناشد السيده ارمله المرحوم الفاضل الاستاذ وائل الابراشي ربنا يعزيها ويعزي الناس كلها وكل محبيه، بنطالبها بانها تتقدم للنقابه وتتقدم للنيابه وتتقدم لاي جهه تحقيق عشان خاطر تدينا المساندات دي، عشان خاطر ما هي هتعمل كده، هي كمان هتخلي في محامي. انا كنت اتمنى ان يبقى ده اول حاجه، ودايما انا بقول لحضرتك اهو معظم القضايا اللي اثيرت في الاعلام في الفتره الاخيره كلها لم يتقدم اصحابها بشكاوي، ومن ضمنهم ناس مشاهير جدا. هنتكلم عنهم النهارده بالمناسبه، هنتكلم عنهم، يعني انا هستغل وجود حضراتكم معايا وهنتكلم عن كل ده. لا ما هو نفس القضيه. انا دلوقتي لما بنتكلم حضرتك بتقولي الدكتور جمال بيدافع عن الدكتور، الدكتور جمال لم يدافع عن الطبيب. الدكتور جمال دافع عن حق مواطن مصري في التقاضي امام قضيه الطبيعي. مش معقول يبقى الدكتور قاعد وهو عمال يحاكم في كل البرامج التلفزيونيه وفي كل الصحف والجرائد وهو القاضي الطبيعي بتاعه ما يعرفش حاجه عن الموضوع، سواء كان لجنه الاداب المهني في النقابه هو عارف او سواء الطبيب عارف. طب يعمل ايه؟ دافع عن نفسه ازاي؟ هل يطلع في ميديا ويبدا دلوقتي الادعاء ورد على الادعاء والدفاع؟ سنة يا فندم الطبيب عارفه، يعني الطبيب عارفه الموضوع بقاله سنة. احنا بنقول الطبيب دلوقتي يا جماعة قدموا المساندات والتقارير اللازمة لجهات التحقيق عشان خاطر نقدر نحقق، ما نبقاش كل يوم بنصحى الصبح على خبر في الجرايد. يا جماعة في قاضي وفي مستشارين وفي ناس مستنيه تشوف القضيه عشان تطلع تديكوا القول الفصل في الموضوع، تقدر تطلع تقول لكم الدكتور ده فعلا غلطان ولا مش غلطان، هل الاجراءات اللي تمت مع الاستاذ وائل اجراءات سليمه ولا غير سليمه. كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي كلها لم تصل لنتيجه، كل الحاجات دي كلها يعني. عارف حضرتك زوجته قالت ايه لو حضرتك تابعت اللقاء بتاعها؟ انا تابعته يعني جيدا، انا تابعت يعني كل كلمه. عارف قالت ايه؟ قالت له كان كل يوم في البيت حالته بتبقى أسوأ فأسوأ فأسوأ، ويقول له لا هنتبع برضه نفس ان انت تفضل قاعد في البيت. ده ادعاء صح؟ عايزين بقى نشوف الدفاع، عايزين نشوف الورق. ايوه ما مراته مكلومه، مراته حزينه على الراجل. لا ما هي أي واحد هي حتى بتقول ان هو ان الله يرحمه الله يرحمه. انا عايز اقول الكبير وائل الابراشي كان بيقول لها انا اول ما اخف ان شاء الله هقضيه وهرفع قضيه ومش هسيب حقي. طيب ايه كان ما طيب هو ما ليه ما قدمش الشكوى طوال السنه اللي فاتت دي كلها؟ كان تعبان مستني يفوق، بس كان عنده امل طول الوقت ان هو هيخف. هو كان عنده امل طول الوقت ان هو هيخف ويرجع للناس مره ثانيه. لكن لازم انه المفروض لما يا جماعه، وانا بقول بناشد اهو يا جماعه ما تستنوش عشان ما حدش سنه يخف. لو في طبيب انتوا شايفينه ان هو بيجرم في حق الناس وبيدمر في صحه الناس بلغونا بلغونا مباشره عشان نلحق نحمي الناس منه. طيب ما تستنوش لغايه ما تخف. لا ما تستنوش لغايه ما تحصل كارثه او مشكله. ما تستنوش لغايه ما اللي فجر الموضوع كله النهارده ان احنا صحينا كلنا الصبح على الدكتور خالد منتصر في كلمه كتبها وفي مقال كتبه، الصراحه يعني خلى الناس كلها تفكر وتقول ايه اللي حصل. المقال اللي كتبه قلب الدنيا. فاحنا معانا دلوقتي على الهاتف الدكتور خالد منتصر. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا بحضرتك. الكلمه اللي حضرتك كتبتها والمقال اللي حضرتك كتبته يمكن زوجة الاعلامي وائل الابراشي قالت، ولكن بشكل مش مفصل، ما كانش فيه تفصيل. لكن الكلام اللي حضرتك كتبته النهارده كان فيه تفاصيل كتيره جدا صدمت ناس كتير قوي، لان حضرتك بشكل مباشر وصريح جدا قلت انه الدكتور اللي عالج الاعلامي وائل الابراشي الله يرحمه في العزل المنزلي هو من تسبب في قتله. فهل يعني عايزين نسمع بس ليه حضرتك قلت كده او ليه كتبت الكلمه دي؟ باختصار طبعا كلامي لن يحمل اي نوع من انواع الادانه لمهنه الطب المصري. في اطباء مصريين عظام، اطباء مصريين على اعلى مستوى، وهم دول اللي تعامل معاهم وائل الابراشي بعد فتره الاسبوع بتاع العزل المنزلي
اللي فيه كل هذا اللغط وهذا الجدل. وهم أساتذتنا اللي تابعوه، لكن كانت 90% من الرئتين قد أصابهم التليف والفشل التنفسي. فطبعا ما كانش هيبقى في أي نوع من أنواع الإنقاذ إلا بزرع الرئة، وزرع الرئة لا يحدث في مصر. لكن إيه القصة؟ إيه خطورة اللي حصل؟ خطورة اللي حصل أن يتصدى طبيب جهاز هضمي لعلاج كورونا ده مبدئيا، وأقنع المرحوم الصديق وائل الإبراشي أن عنده علاجا سحريا عبارة عن أقراص ستشفيه في 5 أيام أو أسبوع بالكثير، وأنه سيظل معه في المنزل يعالجه، وهينتهي المطاف بأنه بإذن الله بعد أسبوع هيبقى زي الفل من خلال الأقراص دي. وكتب في الروشتة عشان يحتفظ بالسر الرهيب اللي هو يعني الكشف العلمي اللي خايف الدول الغربية تختطفه، كتب جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير عشان يفضل هذا السر معاه هو لوحده. ودي طبعا قضية على جنب، لا احنا عارفين يعني المصري العادي والنخبة والبسيط والغلبان ما يعرفوش يعني ايه دواء اساسا، ويعني ايه اعتراف بالدواء والخطوات التي يأخذها الدواء من صرامة وبحث بتظل عشرات السنوات عشان نعترف بدواء. لكن نعدي النقطة دي. اتعالج، اخذ الكورس وائل الإبراشي، والتحاليل كانت عادية في الأول، ثم ارتفعت 3 علامات أي واحد في سنة أولى طب لو شافهم هيصرخ وياخد المريض على المستشفى. علامة اسمها سي رياكتيف بروتين، علامة اسمها ال دي اتش، علامة اسمها فيريتين. دي في التحاليل، ودي أنا مرفقها في البوست اللي أنا كتبته. أرقام مرعبة أكبر من التخيل، أرقام بتصل في بعض الأحيان ل50 ضعف، 50 ضعف الرقم النورمال. هذه الأرقام تظهر أمام عينيك يوميا يا أيها الطبيب. وبرضو قاعد بهذا البرود، قاعد تستكمل أبحاثك المزيفة الفنكوش زي ما كان عادل إمام بيقول، لكي تستغل هذا النجم الإعلامي عشان تخرج بعد أسبوع تقول للناس أنا اللي عالجت وائل الإبراشي وتاخد اللقطة. طبعا بعد أسبوع وبعد هذه دي بنسميها عاصفة السيتوكين. عاصفة السيتوكين التي بدأت دي ترجمتها الفورية، النهارده تلت الرئه اتدمر، النهارده نص الرئه اتدمر، النهارده كذا، دي ترجمه الارقام اللي انا نشرتها. ذهب الى مستشفى الشيخ زايد و90% من رئتيه قد دمرت تماما. عاش السنه اللي بعد دي عباره عن حد بيقاوم لكي يتنفس بال10% الباقي. لم يستطع ولا كان هيستطيع أي حد في الدنيا يعمل أي حاجة، لأن خلاص الرئتين اللي بيعملوا التنفس اتدمر منهم 90%، وكان لابد من زرع رئتين، وزرع الرئة في مصر غير متاح من لأنه لازم يكون من متوفي كلينيكي، وده غير موجود في مصر ومحدش زرع عليها في مصر، لازم يعني لازم يبقى فيه اجراءات اكتر من كده. طب انا ممكن اسال حضرتك حاجه يا دكتور؟ المعلومات دي حضرتك عرفتها منين؟ يعني هل حضرتك كنت في الوقت مرضه خلال مرضه السنه اللي فاتت كلها كنت قريب منه ومتابع الحاله؟ انا كنت بتابع، بس هو للاسف الاسبوع اللي سقط منه وما اتكلمناش مع بعض، وكنت بكلمه في التليفون كان هو قافل التليفون. بس يعني حضرتك كنت متابع معاه يعني؟ كنت متابع مع زوجته في الاول لان هو ما كانش بيرد على التليفون. طيب قال هيعمل ايه مع الطبيب او هياخد اي اجراء معاه؟ لا هو
وائل نفسه الحقيقة طبعا كان يعني في حالة صعبة جدا. كانش هيقدر يعني. وهي زوجته طبعا كانت مشغولة بأنها تنقذه وتروح المستشفى ومش عارف ايه وايه طبعًا. طب هل فكروا ان هو يسافر بره يزرع رئة او حاجة زي كده، ولا الموضوع ده بالنسبة لهم ما فكروش فيه؟ يعني غالبا كان عنده دايما خيط امل فين المسألة ممكن تتصلح، لكن القدر يعني لم يمهله لهذه المسألة. وبالنسبة للبلاغ اعتقد ان زوجته هتتقدم ببلاغ بكرة عن طريق المحامي. طب هي السنة اللي فاتت دي كانت حالته النفسية شكلها عامل ازاي؟ يعني حالته النفسية طبعا كانت يعني كان محبط ومكتئب في بعض الأحيان، وساعات بياخد ويتعلق بالأمل في أحيان أخرى. طيب هل 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 اتكلم مع الطبيب ده اللي كان بيعالجه في العزل المنزلي، لامه قال له ليه عملت كده؟ الطبيب مثلا وضح موقفه، يعني حصل أي تواصل بينهم بعد كده ولا لا؟ أعتقد من الكلام اللي قالته لي زوجته أعتقد هو انشغل بقى بنفسه وما عملش حاجة مع الطبيب ده خالص، لأن هذا الطبيب يملك من قدرة على التنويم المغناطيسي زي أي حد بيقدر يضحك على الناس بسهولة، بيمتلك قدرة هائلة على هذا السحر التنويم المغناطيسي دوت. فمن الممكن ان هو يضحك على حد كبير من النخبة، وطبعا على الغلابة بالتالي يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، وللأسف بتحدث. ليس وائل هو آخر الضحايا، ما دمنا سنترك الناس نهبا لمثل هؤلاء فلن ينصلح الحال. طيب علاقتك قريبة جدا من الإعلامي وائل إبراشي، أنا عارفة ده كويس، بس شفت ازاي الناس الشامتين في موته او اللي تعاملوا مع الموضوع بشكل يعني مسيء جدا جدا جدا، فحسيت بايه او قريت المشهد ده ازاي؟ والله يا استاذه اميره انا يعني برغم ان انا بتماسك في الحاجات دي، لكن انا بكيت لما قريت الشماته اكتر من بكائي على وائل. لان أن يجعلك أن تدعي، أنا مش هقول الدين هو اللي عمل كده، لا خالص. الدين ده بيحيي الضمير وقيم الصدق والنبل. لكن أن تتخيل للحظة أن تدينك يحضك على الكراهية ويحضك على غلظة الحس والروح وجفاف الروح بهذا الشكل، وإن أقرأ ان واحد انا رقصت اليوم لان وائل مات، انا فرحت النهارده، انا وزعت الشربات، وكانهم انتصروا، والواحد مش عارف هم انتصروا في ايه بالظبط، يعني ايه الانتصار اللي حققتوه في يعني واحد يعني تعب وتوفى، فين الانتصار؟ وكانهم لا يموتون، وكان النبي لم يمت، وكان الصحابه لم تمت، وكانه هو نفسه مش هيموت. الحقيقه انا يعني مرعوب من هذا الزومبي، من هؤلاء الزومبي. يعني أنا حاسس أن المجتمع مش مجرد غرق في خرافة ممكن تتصلح، لكن الحقيقة أكتر حاجة ما تتصلحش هي فقدان الإنسانية. وعندما تفقد الإنسانية لا إصلاح في أي شيء مهما عملنا. أن نفقد هذه الإنسانية ونصبح زومبي بيرقص على جثث الناس ونستلذ بمنظر الدم، بل والأخطر الآن إن إحنا بننشر أسانيد فقهية. يعني الناس دلوقتي بتنشر دلوقتي هو يعني فيها إيه الشماتة؟ ده في حاجة اسمها جهاد الشتيمة، تطلعها حديث، تجاهد بإنك بتشتم. أنا الثلاث أيام اللي فاتوا في طيار على السوشيال ميديا بيجيب أسانيد فقهية وأحاديث ويخترع لكي يبيح للناس إزاي تأكل لحم هؤلاء البشر وهم ميتون بهذا الشكل. ليه بيعملوا كده؟
بتشوف ازاي يعني بتشوفهم ازاي لما بيعملوا كده؟ عايزين يوصلوا لايه؟ عايزين يوصلوا للكرسي طبعا، لكرسي الحكم. طيب للاسف. طيب للاسف يعني انا بصراحه استاذه اميره يعني مصدوم وحزين. ما هي الجنازه بتاعت الاعلامي وائل الابروشي كانت اكبر رد، كان فيها ناس كتير جدا من محبيه وناس ما يعرفهم شو اهله وناس كتير، ولكن حتى قالوا لك اصل اصدقائه الاعلاميين ما كانوش موجودين. طب ما اصدقائه الاعلاميين كانوا في المنتدى، مين كان عارف ان هو ده هيحصل ولا مين كان يتوقع حاجه زي كده؟ هبطت علينا كالصاعقه طبعا. ويعني وائل الابراشي كان افضل محقق صحفي في مصر، كان انسان نبيل وانسان جميل، والحقيقه كان يعني انا بشهاده جميع زملائه الحقيقه تاريخي معاه من اول ما كنت ضيف على روزا اليوسف، هو كان صحفي محقق صحفي، واشتركنا في العاشره مساء مع بعض، كنت بقدم كل يوم اثنين الفقره الطبيه في نفس البرنامج. لم ارى منه الا كل خير، الله يرحمه. الله يرحمه. وانا يعني شاكر لكم ان انتم تذكرتم المناسبه، وارجو ان الدوله كلها محدش هينساه ابدا. تقف اعلامي كبير ضد اي محاولات دجل وتنقذ ارواح ناس كتيره جايه في الطريق. انا بشكرك جدا جدا دكتور خالد منتصر على المكالمه والمداخله دي. طيب الدكتور اللي كتب، دكتور خالد منتصر هو اللي كتب المقال وهو اللي فجر الموضوع، وده كان كلامه، حضرتك اكيد ليك تعليق او ليك رد على الكلام ده. هو الحقيقه انا اتصلت بالاستاذ خالد قبل ما اجي البرنامج لاني ما كنتش اعرف معلومات زي كده، لكن اذا كانت المعلومات دي اكيده بهذا الشكل فطبعا غير مقبوله، ولازم هيتحقق فيها تحقيق كامل في النقابة. نشوف الأقوال اللي قالها الأستاذ خالد إذا كانت عن طريق زوجة المرحوم وائل، لازم هي تجيب لنا مستندات، لازم ورق، والورق ده هنقراه والمستشار اللي معنا في اللجنة هيقراه، إذا كان في حاجة جنائية أو حاجة ينظر فيها القضاء هتنظر، وإذا هي هتتقدم ببلاغ للنيابة النيابة هتنظر. إحنا هننظر من الناحية الطبية، هنقرا كل الملفات، هنشوف كل التحاليل. ايه الورق اللي ممكن تجيبه يا دكتور؟ اصل هو هتجيب دي احلى حاجه، هتجيب روشته الطبيب ده، هتجيب الادويه اللي كان بياخدها في البيت، هتجيب تقارير من المستشفى الحاله اللي وصل بيها المرحوم وائل لمستشفى الشيخ زايد. هو وصل طبعا عن طريق الاستقبال او مكتب الدخول، فهيبقى في ملف ده وصل لنا المريض الساعة كذا بالحالة كذا كذا كذا. أيوة. تنفس كذا، حرارة كذا، وكان ماشي على أدوية كذا، والأدوية دي ألغيناها واستعملنا الأدوية كذا كذا كذا. وطبعا في أشعة مقطعية، في تحاليل دم كاملة، كل الحاجات دي هنشوفها أول تاريخ وصوله. وإذا كان عمل تحاليل في البيت قبلها هنشوف إزاي ساءت الحالة، تدرج اللي حصل، و ازاي كان، هل واجب انه يوديه المستشفى ولا كان ممكن يكمل. طبعا اللي هيقرا الحاجات دي برضك احنا هنقراها كلجنه محققين، لكن احنا هنبعتها لاستشاريين صدر، استشاريين رعايه مركزه، استشاريين متخصصين في حالات الكورونا. ضمن الكلام اللي قاله الاستاذ خالد ان لا يجوز لاطباء معينين ان هم يعالجوا حالات الكورونا. طبيب جهاز هضمي. طبيب جهاز هضمي. الكورونا ده بيتسمى بالانجليزي انفكشوس ديزيز، يعني مرض معدي. الامراض المعديه بيعالجها دكاتره البطنه ودكاتره الجهاز الهضمي، لان من تخصصهم زي مثلا فيروس سي ده مرض معدي، او زي فيروسات كتير في الجهاز الهضمي دي فيروسات معديه، زائد ان فيروس الكورونا نفسه بيصيب الجهاز الهضمي. فسالت انا بردك مع أطباء من الأساتذة المتخصصين في الجهاز الهضمي والأمراض المعدية والحميات، فقالوا لي إن كان في الفترة دي الأطباء البطنة وأطباء الحميات وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الصدر أو الجهاز التنفسي كانوا بيعالجوا كلهم، والإرشاد بتاعهم كان البروتوكولات اللي وزارة الصحة عملتها أو البروتوكولات العالمية. فالطبيب اللي هو معاه ماجستير او دكتوراه سواء بطن عامه او حميات او
جهاز هضمي خاصة متخصصين في فيروسات الكبد أو الصدر، كلهم قاريين، دول أطباء برضك واخدين بكالوريوس واخدين ماجستير وقروا وشافوا. وكانت الدولة في هذا الوقت، كل الدول كانت بتستعين بالأطباء في كل التخصصات نظرا لزيادة مفيش قدرة لدكاترة الصدر فقط إن هم يعالجوا الكم الرهيب اللي حدث. فإذا كان الدكتور قاري ودارس وقرا بروتوكولات وزارة الصحة وعنده خبرة سواء ماجستير أو دكتوراه في الأمراض المعدية أو الأمراض الفيروسية، بس لو حالته كل يوم بتسوق فعلا بسبب صدره بسبب الرئة عنده لازم كان يروح المستشفى، فيبقى هنا محتاج تدخل طبعا طبيب متخصص. الحاجة التانية برضك اللي يعني الواحد هيسأل فيها المستشفى والطبيب المعالجين الأطباء المعالجين في الشيخ زايد، إزاي مريض 90% من الرئة متدمر وقدر يعيش 10 شهور؟ صعب قوي إننا نقول وصل ب 90% من الرئة تالفة وقدر يعيش 10 شهور، ما اعتقدش ان كانت النسبة كده. الحقيقة انا ما اعرفش لغاية دلوقتي ازاي تم تقدير النسبة. هو الحقيقة وصل فعلا المستشفى في حالة متأخرة. حضرتك ما دي معلومات عند حضرتك ولا يعني معلومات؟ وانا كنت شغال في المستشفى دي فعندك معلومات عن الموضوع. فهو وصل فعلا حالة متأخرة بدون تفاصيل، وبعد دخل في 28 نوفمبر 2020 اللي هو في عز البيك بتاعه الكورونا. يعني الكورونا بدات في ابريل تقريبا او مارس، بدات ان هي تظهر للعالم والناس تتكلم عنها وتبدا ان هي تحط لها بروتوكولات علاجيه وحاجات بالشكل ده. اصيب بيها الاستاذ وائل المرحوم الله يرحمه في اول نوفمبر، وبعد كده حصل بقى العلاج المنزلي ده في طول الفتره اللي قبل 28 نوفمبر. دخل المستشفى 28 نوفمبر، طلع من المستشفى 28 مارس، طلع المستشفى يعني بصحة أحسن، بس طبعا كان لسه تعبان ولسه بيعاني من تبعات المرض ده. يعني المعلومات اللي عندنا بتقول إنه يعني خف من كورونا بعد 35 يوم من أنا بقول حضرتك، لكن بعد كده بقى حتى المواعيد اللي أعلنها الدكتور مجدي عبد الحميد اللي حضرتك اتكلمت عنه من شوية، هو نائب مدير مستشفى وكان موجود ساعتها، وهو كان واحد من الناس المشرفة بشكل مباشر على علاج الأستاذ وائل الإبراشي. حضرتك شفته في المستشفى؟ خالص، انا كنت طول الوقت بطلب منهم ان انا اشوفه، اقول لهم كلموه قولوا له هو عارفني وانا عارفه انا عايز اشوف، هم يمنعوني ده صح، هم كانوا صح انا كنت غلط. يعني مثلا كنت انا فعلا عايز اطمن عليه عايز اشوفه بتاع. الدكاتره اللي هم زملائي كانوا بيمنعوه. اتكلمت مع حد من الدكاتره اللي كانوا متابعين يعني حالته؟ كلهم اصدقائي كانوا بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك نسبه التليف في الرئه كانت، ما فيش حاجه، مفيش نسبه تليف، يعني ما نقدرش نحكم نسبه تليف الرئه قد ايه. كانت الرئه فعلا كانوا بيقولوا لك كان في خطا طبي قبل كده، والله ما حد قالها خالص ولا حد يقدر يجزم بالخطا الطبي. احنا كاطباء عارفين كلمة خطأ طبي معناها ايه؟ خطأ طبي ده حكم محكمة او قرار نهائي من لجنة تحقيق مفصلة. الـ 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 الحاجات دي كمان حتى لابد ان احنا يعني مثلا لما تيجي مثلا شكوى زي دي انا ما اقدرش ابعتها لدكتور جراحة، تخيلي؟ يعني ما اقول مثلا لما اقول مثلا اعلامي ما يقولش خطا طبي، لا احنا حتى دكتور الجراحه اللي هو غير متخصص في التخصص ده بنقول له لا ما تقدرش تقول خطا طبي، لكن تعرض على لجنه مختصه وفنيه في الشؤون دي كلها وتقدر انها تحكم وتصدر تقرير، ومعاهم المستشار القانوني بيعدلهم المسار القانوني للشكوى دي والتحقيقات دي عشان تطلع بصيغه فعلا. احنا طبعا لا يهمنا ان احنا نظلم حد ولا يهمنا ان احنا نسيب حد فعلا زي ما هو الاستاذ وائل بيقول. اتمنى استاذ خالد الدكتور خالد نتمنى ان 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 الناس اللي هي بتسيء للناس والناس الدجاله والمشعوذه والامور دي كلها يتعمل لها ضبط الحكايه دي. الناس دايما توجه لان هي لما يكون عندها معلومه تروح لجهات التحقيق وتروح للنيابه وتروح للجهات الرسميه للدوله فتحها في كل حته. ده الناس دلوقتي ممكن تدخل على النت من خلال موبايل البسيط ده، تدخل على بوابه رئيس الوزراء يكتبوا شكاوي، والشكاوي بيتم النظر فيها بمنتهى الاهتمام. يعني بوابه رئاسة الوزراء مجرد الشكاوي الالكترونيه تتعامل يعني معاها، يعني مش عايزهم يعلنوا عن الموضوع، لا يعلن عن الموضوع يتجهوا يعني يروحوا للمكان بالشكوى اللي يشوفوا فيه لكن ما يعلنوش عن الموضوع، لان ده بيعمل بلبله مثلا بالنسبه للدكاتره، ده بيبقى بيعمل لكم مشاكل يعني. لا هو في كل حد، انا دلوقتي لو عندي مشكله مثلا في مصلحه حكوميه، هل انا بطلع على الميديا اتكلم ولا الاول بروح للجهات المختصه؟ ولو الجهات المختصه دي ما جابتليش حقي ممكن ادور على وسائل ثانيه مساعده. لو الناس اتكلمت على احكام نهائيه، لو اتكلمنا في حاله مثلا النجمه ياسمين عبد العزيز او الاعلاميه ايمان الحسري، هل مثلا الدكاتره اللي عملوا لهم اخطاء طبيه هل حصل معاهم اي يعني اتخذتوا معاهم اي ما حدش كلمني ما جالناش شكوى مكتوبه؟ تخيلي بقى يعني كل اللي بنسمعه في الوسائل الاعلام او حد اتكلم ده فلانه حصل لها كذا، ده فلانه عملت عمليه، ده فلان سافرت كذا، بس ما جاش لنا ورق او شكوى منهم هم. ده كلام مهم قوي على فكره، لان انا مثلا انا بقابل ناس كتير قوي بيتعرضوا مثلا ان في حد بيفقدوه بسبب خطا طبي او كذا او كذا كده. انتوا بتقولوا انه مفيش اوراق بتجيلكوا او مفيش شكاوى بتجيلكوا؟ احنا بننظر يعني لو بص حضرتك احنا بننظر اسبوعيا في لجنه التحقيقات حوالي 20
تحقيق. يعني السنه اللي فاتت نظرنا حوالي 750 تحقيق. دول اللي جولنا ودول اللي نظرنا فيهم. 60 او 70% فيهم اتحفظوا لعدم وجود مستندات، لان مثلا المريض ما جابلناش اوراق، هو كتب شكوى الطبيب فلان اخطا في كذا وحصل كذا. نبعت نجيبه ما يجيش، هات لنا اوراق كذا ما يجيش. بيتبعت لو جاب ورق بنبعته للجان استشاريه وبناخد رايهم وبنعرف الطبيب اخطا ولا لا. وفي عقوبات، المخطئ بينال عقوبه. يعني في من ال 800 او ال 750 في 40 واحد تمت عقوبتهم بواسطه لجنه اداب المهنه، ما بين لوم لتنبيه لتحذير لايقاف يعني في عقوبات تتناسب مع حجم. في ناس اتشطبت وفي ناس اتوقفت على مزاوله المهنه. وفي ناس حولت لمحاكم بنائيه. لكن في حاله النجمه ياسمين عبد العزيز والاعلاميه ايمان البخاري ما فيش شكاوى اتقدمت بالنسبه للدكاتره اللي عملوا اخطاء طبيه، مع ان الموضوع اعلاميا كان برنامج مع المحاميه الخاصه بالاستاذه ايمان الحصري، وطلبت منها بشكل مباشر حضرتك احنا موجودين في نقابه الاطباء في دار الحكمه، بيتم انعقاد اللجنه دي كل يوم ثلاث، ارجوكي تقدمي الينا بشكوى. هي قالت انا متفهمه ده طبعا وان شاء الله هقدم شكوى، والكلام ده اعتقد من ثلاث شهور مثلا او حاجه، حتى هذه اللحظه لما تقدم احد بشكوى. احنا حريصين فعلا على ان احنا نطلع الاجراءات دي كلها ونتابع ليها. ودايما نقول للناس انت عندك وجهه نظر سليمه في الحته دي، او نقول للناس انت ما عندكش وجهه نظر سليمه في الحته دي من خلال اللجنه دي. عايز اضيف لحضرتك حاجه كمان للكلام اللي قاله الدكتور خالد، احنا حتى النيابه بتحفظ قضايا كتير واحنا بنحقق فيها. يعني مش بيجي لنا الطبيب مثلا اللي هو موجه اليه انه اخطا وجايب لنا معاه، ده بعد حفظ النيابه ولا قبل ما النيابه تحفظ؟ ساعات الناس بتشتكي في النيابه الاول وبعدين لما النيابه تحفظ تقوم شاكيه للنقابه. فاحنا بنحقق فيها مع ان النيابه حفظتها. عندك القدره دي ان حضرتك تفتح التحقيق مره اخرى حتى بعد ما النيابه تحفظ الموضوع. الشق الفني لان احنا بنحقق معاه طبيا ومهنيا واحنا فاهمين جايز اكتر، لان ده شغلنا. ايه السلطه بقى اللي حضرتك تملكها؟ يعني لو حضرتك اثبتت ان ده ان في حاجه حصلت او ان في خطا حصلت، ايه السلطه اللي حضرتك تملكها يعني على الطبيب؟ القرار اللي حضرتك في قرارات، حاجه اسمها لوم، حاجه اسمها تنبيه، حاجه اسمها انذار، حاجه اسمها ايقاف، والايقاف بيتدرج، ايقاف شهر، ايقاف شهرين، ايقاف سنه، وفي لاكثر من كده الشطب. يعني بنرفعه لجنه تانية اسمها لجنه التاديب. هي بقى اللي بتتاخد اللي هي زي محكمه النقد، يعني اللي بتوصل لها الاوراق كلها. بيوصل له الاوراق تاني. وفيها عضو من مجلس الدوله، واللجنه التحقيق فيها مستشار من مجلس الدوله بيحضر كل حاجه وعارف طبعا القانون وعارف كذا. فاحنا حتى لو النيابه حفظت، يعني احنا عندنا دلوقتي قضايا عليها كلام كتير جدا محفوظه. يعني النيابه برأت الطبيب وجاب لنا الطبيب ان هو براءه بنحقق معاه. طب هي النيابه العامه لو احتاجت استشاره طبيه عشان تحقق في قضيه معينه عندها، او حاجه فنيه عشان تحقق في قضيه عندها، بتلجأ لمين؟ لنقابه الاطباء ولا لوزاره الصحه؟ هي بتلجأ للطب الشرعي. والطب الشرعي ممكن يستعين باطباء في التخصص اللي هم عايزينه. وطبعا ممكن النيابه لو هتطلب حاجه من نقابه الاطباء هتلبيها فورا. يعني لو قالت لا، انا بتكلم عن العرف يعني او عن الموجود، بتلجأ لمين؟ لوزاره الصحه ولا لنقابه الاطباء؟ لا غالبا وزاره الصحه، الطب الشرعي وزاره الصحه. وزاره الصحه. طيب في حاله الاعلامي وائل الابراشي، تمام؟ هنقول ان هي زوجته تقدمت بشكوى وكذا وكذا، ولو تم فعلا ان اثبتت ان الكلام ده حصل وانه في خطا طبي وان هو اتاخر في العلاج وان هو خد خطا غلط وكذا وكذا، ايه القرار بقى اللي ممكن اللجنه تاخده هنا؟ ممكن ايقاف لمده معينه حسب ما المستشار وحسب القوانين ما هتقول. يعني هل ده سبب مباشر حسب نوعيه للوفاه ولا مش سبب مباشر للوفاه؟ لو سبب مباشر للوفاه، بصي، هو الـ 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 النقابه او القانون بتعاقب الطبيب على حاجتين. الاهمال والحاجه الثانيه الجهل. الجهل يعني ايه؟ يعني هو مش تخصصه او ما يعرفش الموضوع ده وبيعالجه خلطه، او بيعمل عمليه هو مش في تخصصه. ده الجهل بالشيء. او الاهمال انه ما شافش المريض كويس، ما عالجوش كويس، ما تابعوش كويس، لما حصلت مشكله ما وصلهاش لاستشاري اكبر او لمستشفى او
فهنا ممكن تبقى عقوبة إهمال. هنا في هنا هتبقى عقوبة إهمال في الحالة دي، الحالة اللي احنا فيها دي، ان هو لو على كلام الدكتور خالد منتصر لو صحيح يعني ان هو كل يوم كان بيشوف حالته بتسوق والرئة بتسوق زيادة في زيادة في زيادة، فده هتتصنف إهمال. الإهمال عقوبته إيقاف. إيقاف. إيقاف لحد إيه؟ لحد إمتى؟ إيقاف مستمر ولا إيقاف لفترة معينة؟ لا، في إيقاف مدد شهور أو سنة أو شطب. بردك في لجنة تانية غير احنا لجنة التحقيق، لكن في لجنة تأديبية أعلى أو بتنظر في بقى في مسمى العقوبة. مين اللي من حقه يشطب؟ اللجنة التأديبية هي اللي من حقها تشطب الطبيب، مظبوط؟ لكن لكن غير كده بس بيبقى في إيقاف لمدة معينة. إيقاف أو بقول لحضرتك أو شطب. أو شطب. طيب. ده بردك بالإضافة إلى لو في بقى جانب تعمد أو جانب النيابة بقى بتنظر إليه، وفي عقوبة جنائية بقى. إما حبس أو تعويض أو في حاجات النيابة بتعمل. طيب. القضاء. إحنا لسه في محاور كتير في قضية الأخطاء الطبية وقضية الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الله يرحمه، هنرجع نكملها مع حضراتكم مرة تانية ولكن بعد الفاصل، استنونا مشاهدينا. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في الترابيزة، ولسه كمان مكملين قضية الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الله يرحمه، بعد ما زوجته قالت في تصريحات انه اللي حصل له ده او هو توفى بسبب خطأ طبي، وكمان رجع الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر قال معلومات اكتر انه هو بسبب خطأ طبي توفى، ونشر أوراق ونشر مستندات. عشان كده إحنا النهاردة يمكن جبنا يعني الدكاترة المتخصصين عن الموضوع ده، أو لما بيحصل خطأ طبي أو حاجة زي كده بنشتكي لمين؟ أكيد بنشتكي للجنة التحقيقات. وإحنا معانا مكمل معانا الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء وأستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومي، وكمان الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء. فلما بتحصل شكوى أو حاجة زي كده بنروح للدكتور جمال والدكتور خالد. طيب حضرتك قلت لي في الفاصل أنه لا يمكن أن يكون الإعلامي وائل الإبراشي 90% من الرئة بتاعته اتدمرت أو حصل فيها تليف، قلت لي لا يمكن يقدر يقعد بعديها كل الفترة دي لو 90% من الرئة خاصة انه خرج المنزل. اعرف انه قعد في المنزل 3 شهور، وزوجته لما تحدثت قالت انه هو كان بيجهز نفسه لمعاودة نشاطه، هي قالت كده انه كان بيستعد انه هيذيع تاني او يظهر تاني. وطول الوقت كان عنده امل على فكرة، ده امل. لا اللي عنده امل حاجة عنده، وهي أمل. لا هي تحدثت قالت انه هو كان بيستعد للخروج ومزاولة نشاطه او البرنامج بتاعه. وبعدين هي قالت تدهورت حالته في وقت قليل نص ساعة أو حاجة زي كده، فأنا اعتقادي تدهور الحالة بشكل زي كده بيجي من حاجتين. بس هي معلومات عندنا احنا يا دكتور على فكرة ان هو في زملاء كتير شافوه وطمنوا عليه لقوا انه حالته كانت صعبة جدا، كانت يعني بيقولوا مش هيرجع دلوقتي لان هو كان يعني كان مش عارف ياخد نفسه بشكل طبيعي وكان تعبان جدا. فبس حضرتك بتقول ان هو لو 90% من الرئه اتدمرت ما يقدرش يقعد الفتره دي كلها. فتره طويله جدا حوالي 11 شهر 90% من الرئه متدمر، صعب جدا خاصه انه خرج المنزل فعلا. يعني انا عرفت انه قعد في المنزل زي ما بتقول يا خالد 2 أو 3 شهور. كان على الجهاز. الجهاز كان في المنزل بالجهاز. كان في ماسك، بس حالته كانت احسن كتير من ما دخل بيها المستشفى. بص حضرتك ده هيبان في صور الاشعه المقطعيه ونسبه الاكسجين في الدم. يعني ودي أكيد من كانت النسب موجودة في المستشفى في الملف. أمال البني آدم يقدر يعيش بنسبة قد إيه من يعني الرئة بتاعتنا لو ممكن يحصل لها تليف قد إيه ونقدر نكمل ونقدر نعيش بشكل طبيعي؟ هو الإنسان ممكن يعيش برئة، يعني في ناس كتير متشالة الرئة وشيء عايشين برئة، الرئة واحدة يعني 50% من القدرة اللي كانت الرئتين. وفي ناس بيبقى عندها نفس الرئة الوحيدة اللي هم عايشين فيها فيها مرض او فيها اصابه او فيها جزء متشال. ف
لكن 90% دي ما اعتقدش انها ممكن واحد يعني ممكن 50% ممكن هو بس اقل ممكن اقل من 50% هو ما فيش. انا اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه اسمها 50% و40% و90% وحاجات بالشكل ده. هو في تليف في الرئه او في مثلا مشاكل في الرئه او في تعرف حضرتك ان هو ما كانش بيدخن سيجاره خالص. انا كانش مدخن انا اعرف ان هو ما كانش مدخن وكان محافظ ولا سجاير ولا شيشه ولا اي حاجه يعني وكان مهتم جدا بصحته الله يرحمه. انا بس من ضمن الحاجات اللي هقول عليها ان من شروط اقامه الدعوه وتحقيقها في الاخر ثلاث شروط من ضمنها السببيه. فالسببيه هتبقى هنا السببيه هنا في الربط ما بين الاجراءات اللي تمت معاه في البيت وما بين وفاته هتبقى صعب جدا تحقيقها. انا شايف وجهه النظر اللي هتبقى موجوده هنا ودي اللي انا فعلا حريص جدا بيها ومستغربها من ساعه ما سمعت عنها ان كان في دواء مش موصوف ولا عليه تصريح من وزاره الصحه ولا عليه ولا مصرح ليه بيه. يقول لك دواء سحري بقى دواء سحري ما حدش خايف ده لو حقيقي ده لو موجود بجريمه لو في دواء بيتم تداوله هو غير مصرح به للتداول احنا في دوله قانون في دوله المفروض ان هي بتسيطر على كل حاجه. ما كانش بيكتب اسمه بيقولوا بخاف على الاسم لما على يتعرف. ما انا بقول لحضرتك انا باكد الكلام انا باكد الكلام ان ده لو ده انا لازم ابص عليه لازم اشوفه لازم اجيب الراجل واسمع منه لازم اشوف الدواء ده بعيني. فالكلام ده لو طلع صحيح وان في دواء غير مصرح له بالتداول وغير ما 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 مش متراقب من وزاره الصحه ولا عليه رقم تشغيله ولا رقم تصريح ولا اي حاجه خالص هتبقى دي حاجه جنائيه مش بس حاجه تاديبيه ولا حاجه قانونيه هتبقى حاجه جنائيه. النقابه طلعت بيان بعد الكلام اللي قالته زوجه الاعلامي وائل الابراشي طلعت بيان بيانين ايه هم البيانين لان في مواقع كتير كتبت وكذا وكذا انه بس انا عايزه اتاكد يعني كان ايه البيانين. اول بيان احنا بنقدم فيه العزاء للراحل هو واحد من الناس المحترمه جدا اللي كتبت تبنيه كتير جدا من قضايا الاطباء واستضافنا في احيان كثيره جدا وكان راجل وطني محترم جدا لان احنا دايما بنقول لهم قضايا الاطباء دي قضايا مجتمعيه فيعني مش بس قضايا طبيب لا قضايا بتهم الناس كلها صحتنا دي اهم ما عندنا. قدمنا العزاء ونشهدنا السيده اقبلت المرحوم انها تتقدم الينا بالمستندات والاوراق ونشدنا النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واستدعاء السيده او استدعاء اي حد ممكن يمد النيابه العامه برضه بمهمها كل اي جهه تحقيق محتاجه ورق محتاجه مستندات تحقق فيها. البيان الثاني لان بدات يحصل فيه انفلات في الخطاب الاعلامي ناحيه النقابه وناحيه الاطباء وده دايما انا بحب اركز عليه وركز عليه دلوقتي مين زي مين في احد البوستات اللي نزلت من في جريده من الجرايد مش هقول اسامي طبعا دلوقتي ان هو كاتبين صوره الاستاذ وائل وكاتبين عليها وجه كلمه للطبيبه التي تسبب في وفاه الاستاذ وائل الابراشي. يعني انت كده حكمت على خلاص ان الطبيب ده وفاه وبتبيعه للناس تقول له وجهه كلمه. الكلمات دي طبعا كلها انا بتفتح البتاع شتيمه في الدكاتره ده خبر ولا بوست ده خبر ولا خبر على الـ على الـ على الصفحه الجريده يعني الجريده حاجه وصفحه حاجه هو هي كانت جريده صفحه الجريده جريده الوطن نزلت بوست صوره فيها الاستاذ وائل الابراشي مكتوب وجه كلمه وشافوها شالوها بعد كده تمام. طبعا دي انا شفت كميه الشتيمه في الطب وفي الاطباء والمنظومه الطبيه وفي البلد الناس بتشتم الناس بتتكلم عنهم من شويه اللي كانوا شبتانين دول كذا ده في ناس كانت داخله تضحك وتستهزئ طب ما يخليك يروح بقى للاعلام الفلاني والاعلام الاعلاني. الحكايه تحولت الى ساحه للتحريض والدعايه السلبيه في منتهى الخطوره ودي صفحات متشافه بره يا جماعه السياحه العلاجيه في مصر. ليه بندخل الامور في بعض؟ هو دكتور اذا كان اخطا او ما اخطاش الموضوع برضو في مجال انه في دكتور اخطا لو اخطا هيتعاقب أخطأ. لو اخطا مش هيتعاقب. طيب ايه بقى تقدم يا مدام لنا بالاوراق وهيتحاسب وتقدمي للنيابه والنيابه هتحقق معاه بعد ما طلع تقرير يا جماعه هيدان. لكن يعني انا اللي انا بقوله انا سيبتي ده هل تاني بيان لان كان في مواقع كاتبه مثلا انه كان في لهجه شويه من التهديد من بيان النقابه لمين؟ من النقابه لزوجة الاعلامي ولا مره ولا مره لا 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 احنا ما جبناش سيرتها في غير في التعزيه وبنطالبها بالتحقيق بالتوجه. وانا امبارح اكتر من نافذه اعلاميه صورت معايا ويسالوني سؤال مباشر انا عارف القصد منه ايه هترفع قضيه اقول لهم لا دي ست انا بعزيها ست في وضع صعب. اي واحد لما يكون في وضع صعب وعنده حد غالي عليه مات او حصل له مشكله هل قريت ان نقابه الاطباء يا فندم هترفع قضيه على زوجته؟ لا على الـ على الـ على الـ النوافذ الاعلاميه اللي حرضت ضد الاطباء النوافذ الاعلاميه اللي استخدمت كلمه قتل من قتل وائل الابراشي النهارده من فيديو كان من شويه كان مكتوب النهارده فعلا من قتل وائل الابراشي قتل مش عارف وائل الابراشي اخبار اليوم منزله دلوقتي سكرين شوت معرفش صحيح ولا لا كذا 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 مفاجاه مدويه طبيب تسبب في قتل وائل الابراشي. هذه المصطلحات في منتهى الخطوره ويحاسب عليها القانون يعني نقابه الاطباء نقابه الاطباء هترفع قضايا على
النوافذ دي على النوافذ ان شاء الله. اللجان القانونيه بتاعتنا دلوقتي منعقده وبتجمع البيانات والمعلومات وهتوصي في الاخر خالص باتخاذ اجراءات قانونيه ضد ان احنا الحقيقه بقى لنا فتره طويله بنستخدم الاسلوب الدبلوماسي في ضيافه حضرتك وفي ضيافه معظم الاعلاميين ونقول يا جماعه ارجوكم بسمعه البلد اولا الحاجات دي لما تسبق الاحداث دي مالهاش دعوه بسمعه البلد. لا هقول لك هقول لك لا سمعه البلد لا اديني مفاهيم احترامي دي مالهاش دعوه بسمعه لا خطا فردي. طب اديني مش كل حاجه يعني مش كل حاجه هم قايلين سمعه البلد. اديني فرصه اتكلم من فضل حضرتك اديني فرصه اتكلم انا زي ما انت حضرتك دلوقتي حريصه على انك تدافع عن الاعلام انا حريص ان انا ادافع عن الطب وعن الطب. لا انا ما بدافعش عن الاعلام على فكره. لا اللي حصل دلوقتي ان كان عندنا وطبقا لتقارير الهيئه العامه للاستعلامات المصريه ان نسبه المشاركه السياحه العلاجيه في اجمالي السياحه والدخل القومي المصري من السياحه في بدايه الالفيه كان حوالي 7% دلوقتي وبعد ما بدات هوجه الفضائيات واستغلال كلمه الخطا الطبي والمضاعفات الطبيه والاهمال الطبي والاطباء مش عارف ايه ومسلسل مش عارف اخطاء الاطباء بقت السياحه العلاجيه اقل من 1%. أقل من واحد يمكن عشان ما فيش عقاب. انا واحد سافرت دول ما يمكن عشان ما فيش عقاب يا دكتور. هقول لحضرتك ثانيه واحده بس بعدين حضرتك اتكلم اكمل الجمله واكمل وارد على حضرتك. يمكن انا سافرت دول كتير جدا الناس بتحب الطبيب المصري جدا لكن لما انت طول الوقت عمال بتصدق لهم ده الطبيب المصري ولو اي بلد بره يا دكتور وفي طبيب اخطا وتسبب في وفاه شخص او تسبب في مضاعفات لشخص طبعا مش هيتعاقب يا فندم. احنا بنقول هنحكم بنحب نحط منشتات كبيره. انا بتحدى دلوقتي وعلى الهواء ان حد يجيب لي في اي دوله في العالم ان في نوافذ اعلاميه بتناقش قضايا لطبيب ومريض بدون ما يكون في قضيه موجوده في المحكمه. اتحدى السعوديه السعوديه فيها تقريبا 3 اضعاف القضايا الطبيه ضد اطباء موجوده في السعوديه. يعني ده احنا عندنا مثلا 30 قضيه مرفوعه ضد طبيب عندهم في السعوديه 90. لكن لا يمكن هتشوفي في قناه فضائيه سعوديه الطبيب اللي قتل مش عارف ايه والطبيب اللي اخطا كذا والاهمال الطبي. احنا عندنا هنا اعلام احنا عندنا هنا دوله فيها يمكن الفتره طبيعية. اللي فاتت معلش يا دكتور يمكن الفتره اللي فاتت بسبب ان في نجمه مشهوره حصل لها يعني اتعرضت للموقف ده في اعلاميه مشهوره تعرضت للموقف ده فيمكن عشان كده الموضوع تم اختارته بشكل الفتره اللي فاتت. ولكن هو لو الطبيب اللي بيعمل خطا طبي او بيتسبب في وفاه شخص او في مضاعفات عند شخص لو تم معاقبته او تعاقب او كذا هيبقى عاقبه ازاي؟ محدش جالي محدش كلمني الكلام ده مش هيبقى عاقب مين؟ عاقب مين؟ قضايا عماله تتقال في التلفزيون وانا ما اعرفش عنها حاجه عاقبه ازاي؟ حضرتك اقصى عقاب عندك ايه؟ قد واقفه على مسؤوليه. لا الحاله للمحكمه الجنائيه انا احلت ناس قبل كده كنقابه انا مش انا خالد امين كنقابه انا احلت ناس قبل كده للجنايات يا جماعه في وجهه نظر جنائيه في الموضوع ده اتخذت عقوبات رادعه بالسجن والحبس ويعني حاجات قضايا كبيره جدا. نقابه الاطباء كان ليها دور ودخل فيها. نقابه الاطباء من مصلحتها ان هي تضبط هذه العمليه وتحسن من سمعه الطب والاطباء في مصر اللي بنعكس علينا احنا. ثاني بقول لحضرتك القضايا الطبيه هي قضايا مجتمعيه لابد ان ينظر اليها بشيء بس من الشفقه. الاطباء دول ما هم في الاخر خالص بيتحولوا لمرضى في وقت من الاوقات. احنا يعني ما احناش مثلا حديد مثلا كذا ولا جايين لكم من دوله ثانيه. احنا مواطنين مصريين اخواتكم واصحابكم. احنا نفسنا بنتحول لمرضى. انا في هذه القضيه وانا بقول لك طبعا بقول لحضرتك مواطن ده وجودي مع حضرتك ده بيؤكد هذا. الاثنين اعضاء مجلس النقابه اللي موجودين في لجنه اداب المهنه موجودين مع حضرتك دلوقتي بيؤكدوا هذا الامر وعمالين بيناشدوا بقالهم 3 ايام يا جماعه اللي عنده مشكله طبيه يقدم لنا عشان خاطر احنا عايزين ناخد اجراءات. لو كان الطبيب ده فعلا مجرم زي ما اتقال في اكتر من مناسبه وبقاله سنه عمال بيعمل مشاكل مع الناس لو كنا بلغنا من سنه وخدنا اجراءاتنا كنا حمينا الناس دي كلها. لو كان اول فنان حصل معاه الحكايه دي زي ما هم قالوا ان هو ده حصل مع فنان قبل كده وتوفي استاذ سمير غانم تقريبا لو كان اهل واسره الاستاذ سمير غانم او ايا كان بلغنا كنا قدرنا ننقذ الاستاذ وائل والله اعلم لو كان ده سبب يعني في وفاته كان زمان الاستاذ وائل موجود في وسطنا دلوقتي. الاجراءات دي مهمه جدا زي ما انا قلت امبارح في اكتر من مكان. ايه النتيجه اللي بنوصل ليها لما بنناقش الموضوع ده؟ كان نفس الطبيب اللي عالج ده اتقال النهارده اللي عالج كتير. ما اكيد حضرتك عندك المعلومه. ما عنديش والله معلومه عندي معلومه من ايه؟ انا لا قابلت مدعي ولا قابلت يعني هل اللي عالج الفنان سمير غانم هو اللي عالج الاعلامي وائل ابراشي؟ كان يبقى شيء غريب جدا ان هو ده الكلام ده الكلام ده الكلام ده تعب على يد طبيب. اكيد الفنانين بيبلغوا بعض او الاعلام ده هو مكتوب مش معقول انه بلغ الطبيب ده من صديقه اعلامي برضه او فنان برضه مكتوب كده. استاذ خالد نفسه كاتب كده ان اللي رشح له الطبيب دوت اعلامي وفنان. وكذلك على فكره في كثير جدا من الاحيان احنا بنلاقي والله العظيم لو على فكره يعني هو نفس الطبيب هو نفس الطبيب اللي كان يقصده كان بيطلع مع الاعلامي وائل ابراشي في مداخلات هاتفيه وفي لقاءات تلفزيونيه. ده على فكره تانية دي حاجه حصريه لحضراتكم. الطبيب ده تواصل معايا من حوالي ساعة
ساعتين وانا بلغت الدكتور جمال، وقد يكون في لقاء ما بيننا ان شاء الله الليله دي هنقعد معاه. تواصل معاه من ساعتين وقال لي انا بخضع نفسي للتحقيق في نقابه الاطباء وفي لجنه اداب المهنه وانا مستعد للدفاع عن نفسي. لا ثواني ده خبر مهم دلوقتي. طيب يعني الطبيب اللي كان بيعالج الاعلامي وائل الابراشي في العزل المنزلي واللي المفروض ان هو بيقال ان هو السبب في اللي حصل له، هو تواصل مع حضرتك؟ تواصل معاه، كلمني في التليفون، وقبل ما انا كلمني في التليفون انا قلت يمكن مثلا تكه معموله من صحفي او حاجه، قلت له بعت لي بعد اذنك في معايا السكه وبعت لي حضرتك المستندات اللي بتدل على شخصيتك، فبعت لي المستندات وتاكدت ان هو فعلا طبيب وموجود مشغال في مكان ما، عرفنا مكان عمله، وان شاء الله في لقاء هينعقد بعد الهواء على طول ان شاء الله هنحاول نقعد معاه ونسمع منه. هو قال لحضرتك ايه في هو ما قالش حاجه خالص، انا مش اتكلمتش في اي حاجه عشان خاطر انا ما كنتش عارف هو مين. تمام، لكن هو قال كلمتين بالظبط، قال انا الطبيب اللي كنت بتابع حاله الاستاذ وائل الابراشي في البيت وانا صديقه وطلعت معاه في حلقات وزي ما حضرتك قلتي من شويه وانا مستعد للدفاع عن نفسي، وعشان خاطر برضه في كلام اتقال انه كان بياخد 20,000 جنيه في اليوم، انا لم اتقاضى اي اجر عن هذا الامر. ودي نقطه مش مهمه، بتقاضى ولا بتقاضاش دي نقطه مش مهمه. على فكره هي ما قالتش كده، زوجته ما قالتش كده. انا بقول لحضرتك ده اتقال، ما قلتش زوجته. لا لا، هي زوجته الحقيقه ما طلعتش انا مره واحده وقالت فجرت القضيه، وبعد كده وانا بحترم ده جدا، وبعد كده رفضت اكتر من مناسبه تقريبا او على حسب مجالي يعني انها تطلع في الاعلام وتتكلم قبل ما المحامي بتاعها ياخد اجراءاته ويقدم. طيب مش نفس الاعلام ده يا دكتور اللي بيطلع دكاتره كتير جدا وبيطلعوا يتكلموا من خلال الاعلام والناس بتعرفهم من خلال الاعلام، يعني الدكاتره اللي سمعتهم كويسه اللي ساعدوا ناس كتير ما هم اتعرفوا برضو من خلال الاعلام يا دكتور. ماشي، فهو الاعلام مش بس لا يعني بالعكس الاعلام شيء محترم جدا. حضرتك بتقولت من شويه انه سمعه الدكاتره ومش عارف ايه. لا هو بس احنا لا والله هو ما لكن لما يحصل خطا ما الاعلام برضو حقه ان هو يطلع يتكلم ويقول. بس مش عايزين من الاعلام انه لا يدين الطبيب قبل ان تدينه لجنه طبيه او النيابه او القضاء او المحكمه. بس يعني يعرضوا الموضوع دون واللي عنده مشكله يروح للجنة يقول مثلا طبيب القاتل، الطبيب المهمل، الخطا الجسيم، مش الاعلام اللي هيقرر ان ده خطا جسيم، او مش المريض او اهل المريض اللي هيقولوا ده اخطا خطا جسيم. اللي هيقول اخطا خطا جسيم اللجنه الطبيه والاستشاريين والاساتذه والمحكمه والتحقيق والنيابه. عارف حضرتك دكتور جمال الموضوع تحول لايه؟ والله العظيم الناس دلوقتي وهي داخله من باب المستشفى اقسم بالله انا شفتها من يومين، هم داخلين من باب المستشفى لسه ما فيش حاجه حصلت، فين الدكاتره اولاد كذا كذا كذا. الناس بقت متحفزه بشكل عنيف جدا ضد الاطباء، وكان الاطباء دول ما كانوش ابطال. ورئيس الجمهوريه طلع وقال انا بحيي الجيش الابيض، بحيي اطباء مصر، ووجه السلطات التنفيذيه اللي موجوده في كل البلد. ما حييناهمش احنا كاعلام، وحيتوهم طبعا يا فندم. انا مش بقولش الحاجه الثانيه برضه كده، الجيش الابيض وكذا وكذا، ما كناش نقط سودا في الطب. انا عايز اضيف لحضرتك ان الوعي الطبي في مصر قليل جدا. ليه بقى؟ كثيرا من الامراض اللي هي في حاله متاخره يجي المريض او اهل المريض جايبينه للدكتور، هم فاكرين بقى انه جابوا للدكتور او دخلوا المستشفى حتى لو هو في حاله نهائيه والمريض مات، بيقول الطبيب والمستشفى كذا، المريض وصل ومات في المستشفى. ففي حاجه اسمها مرحله زي الاورام مثلا، في المراحل النهائيه كتير قوي يجي مريض في مرحله متاخره وعايزه يخف. يخف ازاي؟ يعني بيخف ازاي؟ جه في مرحله متاخره. فلازم الناس تعي ذلك. وبعدين الكثير من الاحداث بتحصل في الاستقبالات المستشفيات وكده، بيجيبوا مريض مخبوط او في مرحله نهائيه عايز اذا المريض مات بيكسروا المستشفى. طيب انا 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 انا, أنا معايا مداخله مهمه دلوقتي من الاستاذ المحامي سمير صبري، وهو المفروض هيرفع قضيه، وهو محامي زوجة الاعلامي وائل الابراشي، تواصلت معاه والمفروض ان هو هيرفع قضيه. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم وبضيوفك، وانا شرف ليا ان انا ابقى معاكم النهارده. لا اللي شرف لينا. طيب حضرتك لو سمعت جزء من الكلام اللي احنا اتكلمناه في الحلقه، يعني انا منورني هنا في الاستوديو الدكتور جمال عميره، وهو رئيس لجنه التحقيقات بنقابه الاطباء، معايا كمان الدكتور خالد امين وهو عضو مجلس نقابه الاطباء، وبيقولوا ما جالناش شكوى، محدش اشتكى فبس احنا عايزين نعرف منك معلومات الاول، لو في لقاء حصل بينك وبين زوجة الاعلامي وائل الابراشي، هل هي طلبت منك ان حضرتك ترفع قضيه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هي كانت عندي النهارده في المكتب وانا قابلتها، وهي طالبه
ان نبدا في اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الطبيب اللي تسبب في هذه الجريمه. وانا اقول لك على الاحداث اللي قدامي والاوراق انها جريمه قتل يعني كل الاوصاف وعناصر ارتكاب الجريمه متطابقه في هذه الواقعه. لان الذي وجه اليه الاتهام هو طبيب في الكلى والمسالك البوليه ابعد ما يكون عن امراض الرئه او الكورونا او ما شابه ذلك. مش جهاز هضمي يعني. لا اطلاقا. انا معاك الجنب بتاعه جهاز هضمي. هو هنا دكتور خالد بيقول ان هو دكتور جهاز هضمي بس بدون ذكر اسماء. من دون ذكر اسماء طبعا مش هينفع الناس تقول اسماء. هو تواصل معايا وهو انا متاكد ان هو كبد وجهاز هضمي. هو كبد وجهاز هضمي. حضرتك بتقول يا استاذ سمير ان هو كلى ومسالك بوليه. أي بس هو ابعد ما يكون عن الامراض الصدريه. حاضر نصحح الكلام. اولا هو ملوش علاقه بالكورونا وما شابه ذلك. واي امراض صدريه او امراض في الرئه هو ليس له علاقه او اي تخصص وغير مباشر لهذه الامراض ولم يمارسها. وان هو انتحل الصفه وتطابق فيه اركان جريمه القتل العام وادعى انه يعلم في كل في هذا المرض وبدا فيما يثبت الكلام ده يا استاذ. عندي الورق كله فيما يثبت ان هو قال ان هو بيفهم في كل يعني كلام اللي حضرتك بتقوله ده. في عندي الورق وعندي الروشتات اللي كان بيكتبها على مطبوعاته موجودة. وعندي المعلومات ان هو كان مقيم جنب الاستاذ خالد الاستاذ وائل ملازمه ال 24 ساعة. كانت حجرة الاستاذ وائل عبارة عن مدخنة وطلبوا من الطبيب انه يمتنع عن التدخين في الأوضة ولكنه رفض ذلك تماما واستمر. والطبيب كان استاذ وائل ابراشي ما كانش بيدخن. هو الدكتور كان بيدخن؟ بيدخن وبشراهه. انا مش فاهم برضك يعني اهل المريض سابوه ازاي كده؟ كانوا يطردوه ويستعينوا بطبيب تاني. دكتور جمال بيسال طب ليه اهل المريض صبروا على كده يعني ليه ما لانه رفض ان هو يطرد من الاوضه وتطاول على الموجودين جوه المستشفى واستمر في التدخين وبرضه مستشفى الشيخ زايد ولا في البيت يا في مستشفى الشيخ زايد. يعني هو الدكتور كان متواجد معاه في مستشفى الشيخ زايد؟ كان موجود معاه لفتره قليله جدا انما غير كده كان مقيم معاه في البيت. يعني هو كان بيدخن في المستشفى؟ هو كان المستشفى متواجد لن تسمح بوجود لان ده في حاله عزل. لا تسمح بدخول الاطباء العاديين. فده طبيب من خارج المستشفى. أنا استحاله المستشفى تصيب طبيب مش من المستشفى مش من فريق العزل. هو حضرتك يا استاذ سمير بتتكلم على فتره وجوده معاه في البيت ولا في المستشفى؟ فتره وجوده معاه في البيت وده موثق. موثق بشهاده الشهود واللي كانوا مقيمين او بيخدموا الاستاذ وائل. طلبوا من الطبيب ان يمتنع عن التدخين بهذه الكميات الكبيره ولكنه لم يمتثل وكان شرس مع الكل. وان هو كان قعدته بجنب الاستاذ وائل ابراش الله يرحمه على اساس انه كان بيبتزه. وانا مسؤول عن الكلمه دي. بيبتزه ازاي؟ بيطلب بيقول له على اسماء ادويه وده دواء ساحر. كان بيقول كده بالنص امام الشهود والدواء ده خطير وده هتخف منه فورا ويبتدي يتقاضى مبالغ طائله. اثنين طلب من الاستاذ وائل وخد منه فلوس شراء موتور ويحطه في اوضته. لما راح مستشفى الشيخ زايد قالوا لهم هاتوا الموتور ده يمكن ينفعه. لما ودوا الموتور المستشفى قالت لهم ده لا يصلح ده موتور بايظ اساسا ورجع تاني مولد اكسجين. طيب هو حضرتك تعرف اسم الدواء ده ايه يا استاذ سمير؟ لا يا فندم. ما تعرفش اسمه. الدواء ده كان بياخده في العزل المنزلي في البيت ولما راح المستشفى بقى ياخده برضه ولا خلاص لما راح المستشفى وقفوا الدواء ده؟ كان باظ. كان الاستاذ وائل يعني حالته اتدهورت. بتتدهور بسرعه جدا. طب هل تواصل مع الدكتور بعد كده؟ هل تواصل يعني بعد ما خرج من المستشفى او حاجه هل رجع تواصل مع الدكتور اللي كان معاه في العزل المنزلي ولا ما كلموش تاني؟ خرج تعبان وكان بيقول انا ما كنتش اعرف انه نصاب كده. انا لو كنت اعرف انه نصاب
كنت لازم اخذ اجراء قانوني عليه، وانا اول ما خدت هاخد اجراءات ضده. ده نصاب مش دكتور. طب هو هنا الدكتور عايز يسال حضرتك حاجه. لا الحقيقه انا بوجه للاستاذ سمير دعوه، حضرتك لو جيت شرفنا بكره في النقابه نقعد مع بعض، ودكتور جمال برضو برجوك حضرتك تكون موجود لاهميه الموضوع، نقعد مع بعض ونشوف المستندات اللي حضرتك هتقدمها لنا معايا شكوى عشان خاطر نبدا اجراءات سريعه في معالجه هذا الموضوع وانقاذ الناس منه لو كان ثبت ان كلام حضرتك صحيح، او ابراء ذمه الدكتور ده لو كان خطا. انا طبعا زي ما بقول لحضرتك هو الاستاذ سمير بيقول ان هو معاه مستندات بتثبت الكلام اللي حضرتك يا استاذ سمير معاك كل ما يثبت، يعني معاك مستندات بتثبت الكلام ده. أجوك. طيب هل توقعات حضرتك قضيه زي دي ممكن توصل لحد فين في النهايه؟ هتوصل لاشغال شقه مؤبده. طيب. لان ده مش قتل خطا. انا عايز اتفق على ميعاد. انا عايزه عشان الوعود يخفف. استاذ سمير يعني حضرتك بتقول ان ده مش قتل خطا، ده قتل عمد. قتل عمد مش خطا. ما نقدرش نقول عليه قتل خطأ. هو في نقطة بس الأستاذ سمير بيقولها، يعني الأستاذ وائل قيمة كبيرة جدا، والمدام بتاعته سيدة مثقفة ولها اتصالات ولها ممكن توصل لوزير الصحة. فهم ازاي يقبلوا ان طبيب داخل المنزل يدخن بشراهة جنب مريض بالصدر؟ ازاي يقبلوا هذا الوضع؟ مفيش حد، لو حد حتى مش مثقف او مش متعلم هيرفض ان طبيب بيدخن يقعد جنب مريض بيعاني من ضيق في النفس او صعوبه في كذا، هو يعني لا مؤاخذه ماسك عليهم حاجه عشان يقعد ويجبرهم ويبتزهم، ده يجيبوا له البوليس. يجيبوا له البوليس في نفس اليوم ويطردوه. يعني استاذ سمير يعني ازاي يقعد اسبوع يبتزهم ازاي؟ مدام المرحوم وائل ما كانتش موجوده في القاهره او في مصر بصفه عامه، كانت في الخارج هي وبنته. والكلام ده مكان اللي كان قاعد في الفيلا السواق والمشرفين. ايوه. ولما كانوا يواجهوه. طب يا استاذ سمير حضرتك هتشرفنا بكره ان شاء الله في النقابه. هو هنا عايزين يتفقوا على ميعاد مع حضرتك، عايزين ياخدوا منك ميعاد. ميعاد؟ هروح شور. هتروح؟ هينتظروا حضرتك الساعه كام؟ وقت ما يامروا. انا هاخد من حضرتك من الاعداد اي وقت يناسبك في اليوم انا تحت امرك، هقابلك فيه. امتى؟ لا انا هاجي لحضرتك على طول. ماشي. طيب. هنكتب الميعاد بقى الساعة 2 مثلا لو يناسب الساعة 2 ان شاء الله. الساعة 2 مناسب يعني بكرة الساعة 2 يناسب. طبعا 3 خليها 3. دكتور جمال بيقول لحضرتك خليها الساعة 3 أول ميعاد في التاريخ يتم اتفاق فيها. طيب 3 ان شاء الله. 3 ان شاء الله. ونمرتي لو حبيتوا تتواصلوا أو تتأكدوا هاخدها من الإعداد بعد إذن حضرتك. لا يا فندم أنا زيرو 1000 1000 10. ماشي طيب خلاص عشان ما يبقاش اعلان. بشكرك جدا جدا استاذ المحامي سمير صبري، وهو اللي هيتولى قضيه زوجة الاعلامي وائل الابراشي، وان شاء الله في النهايه الحقيقه لازم تبان، واحنا هنتابع مع حضراتكم القضيه وصلت لحد فين، واكيد هنقول لمشاهدينا القضيه وصلت لحد فين. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده، وبشكركم على وقتكم. انا عارفه ان وقتكم مهم جدا، ولكن اديتونا وقت واحنا بنعتذر لكم، يعني بنشكركم على وجودكم معانا النهارده. الدكتور جمال عماره رئيس لجنه التحقيقات بنقابه الاطباء، واستاذ جراحه الاورام بمعهد الاورام القومي، وكمان الدكتور خالد امين عضو مجلس نقابه الاطباء، بشكركم على وجودكم معانا النهارده. يعني اتمنى ان احنا حلقه النهارده دي توضح للمشاهدين حاجات كتير، واتمنى كمان ان الحقيقه تظهر في النهايه، والبقاء لله الاعلامي الكبير وائل الابراشي، يعني هو قيمه وتاريخ طويل جدا في الصحافه وفي الاعلام وفي التحقيقات، وفي استاذ لتلامذه كتير، ناس كتير زعلت عشانه واعلاميين كتير زعلوا عشانه، والزعل ده يدل على ان هو كان شخص كويس جدا بدليل محبه الناس ليه. الله يرحمه يا رب، ويصبر زوجته ويصبر بنته ويصبر اهله واصدقائه. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير في الترابيزة. كنت معاكم أميرة بدر. سلام.